يحييكم الدكتور قرواش، ورحلة جديدة من رحلات البوسنة والهرسك. وصلت بالليل إلى مستار وسكنت في هذا الفندق لأن فيه مول وفيه موقف تحت الأرض، والمواقف سهلة في البوسنة والهرسك. يبعد عن الجسر، جسر مستار، تقريبا بالسيارة 10 دقائق، وفي أيضا موقف تحت الأرض. الحين بأخذ فيكم لفة على المناطق اللي قريبة من مستار، كيف أنك أنت تتمشى وتلف على أكثر عن منطقة وشلال في نفس الوقت. طلعت إلى بلغاي أو بلغاي على أساس أرويكم التكية العثمانية. وقفت في هذا الموقف، الموقف هذا بأربع دراهم، 4 ريالات سعودية إن شاء الله طول اليوم. وقلت بتمشى، طبعا هذه قلعة على أهلة، قلت بمشيكم شوي في بلغاي أو بلغاي، وقلت باخذ لفة الصباح الباكر، يوم جميل، يوم بارد، شهر نهاية شهر 11، درجة الحرارة 3 تقريبا الصباح في المدينة العتيقة، أحد مساجد المدينة الجميلة. الشمس توها طالعة الصباح، ومشيت متجه إلى التكية العثمانية، ونهر منبع النهر الأزرق في هذه المدينة. فطبعا أنت مستار في عدالها أكثر من مدينة، بإمكانك تأخذ الكلفة، تقريبا تبعد هاي 5 أو 7 كيلو من مستار، بإمكانك الذهاب تأخذ فيها نص يوم وتشرب لك الكوفي ولا تتغدى في المكان، في هذا المكان بجانب النهر. برويكم المطاعم، شوفوا بدخل الحين عند المطاعم وبشرب لي القهوة البوسنية، نفس القهوة التركية شوي بس أقوى عن القهوة التركية، محمصة ممكن أكثر. الأكل رخيص في البوسنة، الشعب جدا طيب. بإمكانكم الرجوع إلى الفيديوهات، نزلت أنا في سراييفو، بعدها إلى ترافينك، بعدها إلى يايسي، ثم إلى مستار، وزيارة المناطق القريبة من مستار. نفس هذه المناطق بتكون عندي لفة بجميع المناطق والشلالات اللي بجانب مستار، وبعدين برجع مستار وبغطي لكم مستار كاملة، وثم برجع إلى سراييفو. هذا المكان الجميل، بإمكانك شرب القهوة أو أنك تتغدى، يعني من الصباح طبعا توم فاتحين، فقلت لي بشرب لي قهوة على هذا المنظر الجميل. هذه هي يسمونها بلغاي أو بلغاي، مدينة صغيرة عندها النبع الأزرق، عندها مطاعم نفس يعني في الصيف طبعا وقت الغداء الماضي ما بتحصل مكان فاضي، مكتوب بالعربي. وهذه هي بلغاي، بإمكانك أخذ أحلى الصور والمشاهد في هذا المكان، مكتوبة طبعا هذه الشركة عقارية. بداية الرحلة كانت في سراييفو، والفيديو بإمكانكم ترجعون إلى سراييفو. من أبوظبي 5 ساعات و40 دقيقة على طيران وز، المطار جدا صغير والتعامل ممتاز وأمورهم طيبة. استأجرت سيارة من رنت الكار واستلمتها في المطار وسلمتها أيضا في المطار. هذه هي التكية العثمانية أو منزل الدراويش، منزل قديم كان يقام فيه شعائر خاصة لهم، ولكن اليوم أصبح متحف، أنت تزوره كمتحف عند منبع الأزرق. هذا هو المكان، يوجد فيه محل بيع الهدايا التذكارية، بإمكانك تصلي في هذا المكان. طبعا هذه الجولة المناطق اللي قريبة من مستار، يوم توصل مستار ممكن تأخذ ليلتين، ليلة لمستار وليلة للمناطق المجاورة لمستار، وبإمكانك تكمل على كرواتيا، تدخل في أكثر من مدينة جميلة على كرواتيا، بس توجد حدود هناك. أنا ما دخلت طبعا لأني كنت زائر كرواتيا قبل 3 أسابيع وغطيت فيها أكثر عن المدينة، موجودة عندكم على اليوتيوب، بإمكانكم الرجوع للفيديوهات. هذه هي التكية العثمانية أو منزل الدراويش، مزار سياحي. في هذه الأماكن بإمكانك أنك تتغدى على الشلال، تشرب كوفي، تتمشى. تقريبا زرت أغلب مدن أوروبا، لم أجد شعب أطيب من الشعب البوسني، الشعب مرحباني، الشعب طيب، الشعب يحب العرب،
هذا مكان بإمكانك تصلي، إذا جاك وقت صلاة بإمكانك تصلي هنا في هذا المكان عند المنبع. فحاول تغطي لكم هذا المنزل اللي حاب يزوره، الدخول بأربعة اللي هو تقريبا ثمان دراهم. خلصت، طلعت على محطة البترول، صبيت بترول، طبعا تصب وتدخل داخل تدفع اللي عليك، أمورهم طيبة وجدا سهلة. انطلقت إلى سوتلاك، منطقة اسمها سوتلاك، منطقة صغيرة فيها نهر، قلت بشوفه بس النهر هذا لأن أساس أني أغطيه بس على السريع. وقفت عند مسجد السلطان سليم، المواقف طبعا أمورها طيبة في البوسنة، يعني أكثر المواقف تقريبا عادية، ما عندك أي مشكلة في الوقوف بعكس أوروبا الثانية. قلت بزور المسجد بصوره من الداخل. مسجد على ما أظن مبناي 1500 وشيء، هو من أول المساجد في المنطقة هذه، وهذه هي المدينة القديمة، مدينة صغيرة جدا فقط لأني أشوفها بس. السفر بالنسبة لي اكتشاف، طبعا هذه قلعة وفي لها طريق أنك تقدر توصلها فوق تشوف المدينة، بس طبعا مهجورة، ما عندها أي شيء هالقلعة، فقط مهجورة، يعني أساس هالشيء أنا ما رحت فوق، فيهمني أني أشوف المدينة سواء صغيرة أو كبيرة. هذا هو المسجد، بصور لكم إياه من داخل. على ما أظن كان في حلقة علم للأطفال، كان في أطفال داخل المسجد. هذا هو المسجد من داخل، عمره تقريبا المسجد 500 سنة، طبعا يرمم ويعاد صيانته، ولكن كان بهذه الطريقة. هذا مكان المسوح، شجرة الزيتون موجودة، طبعا في الدولة العثمانية بتشوفون شجرة الزيتون والرمان في كل مكان، سواء في أسبانيا أو في هذه الدول اللي جوها الدولة العثمانية. هذا المكان أجواء جميلة باردة من داخل المسجد، أحلى شيء جو أوروبي ومسجد، يعني في أي لحظة تقدر تصلي على راحتك، أمورك طيبة، مسوح ودورات مياه نظيفة. هذا طبعا أم الأنهار، هذا الشلال الصغير أنا جاي عشان أشوفه، هذا الشلال الصغير، هذا اسمه اللي حاب يزوره موجود أمامكم، كل أسامي اللي حطها لكم باللغة العربية موجودة بجوجل، أنا أسحبها من جوجل بالضبط ونزل لكم إياه. هذا هو الشلال الصغير إذا حاب تمر عليه، هذا وفي مطعم، شوف المطعم هذا، جلسة تسوى الدنيا بما فيها، جلسة الحلوة على النهار، تنسى العمل وتنسى أمورك كلها. بعدها انطلقت إلى شلال كرفستا، الدخول 20 اللي هو 40، هذا من أهم الشلالات ومعلم سياحي، في الصيف مالك مكان، في الشتاء يصبح المكان لك لوحدك، من أكبر الشلالات ومن أهم الشلالات، يعتبر يمكن واحد من 12 شلال في العالم. حصلت شباب جزاهم الله خير من عمان وقال لازم تتغدى معنا، كانوا عاملين غدا في هذا المكان الجميل وتغدينا معهم جزاهم الله خير، والله يسر أمورهم. هذا مكان الشلال، من أهم شلالات البوسنة، وبإمكانك تزوره عن طريق مستار، تأخذ لك لفة، وقت الصيف زحمة بيكون هذا المكان، بإمكانك الجلوس، وفي مطعم تحت ولكن مطعم مسكر لأنه مش صيف، الناس تي في الصيف على أساس يكون الجو حار، والرذاذ مال الشلال يجيب لك البرودة، فيكون مكان جميل. هذا من أهم الشلالات، شوفوا المكان، شوفوا الجمال، يا سلام، الله يرزقنا وياكم الجنة إن شاء الله، قولوا آمين. هذا الشلال من أعلى، من أعلى الشارع نفسه. بعدها انطلقت إلى مستار، هذا الفندق، أتمنى أن التغطية عجبتكم، وتابعوني الفيديو الجاي في مستار، بغطي لكم مستار. لا تنسونا من دعواتكم، أي سؤال على السناب أو على اليوتيوب أنا حاضر، وأتمنى لكم التوفيق جميعا، تحياتي لكم.